يسألكم شيخ صالح عن الطريقة الصحيحة للغسل من الحدث الأكبر والأصغر جزاكم الله خيرا. الطريقة الصحيحة هي الطريقة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الأحاديث، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم يمسح برأسه، يبدأ من مقدمة، يضع يديه على مقدمة رأسه مبلولتين بالماء ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا مسح الرأس. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، هذه صفة الوضوء الكامل. وأما الوضوء المجزي فهو أن يغسل هذه الأعضاء مرة مرة، هذا هو المجزي. وأما الاغتسال فإنه بعد ما يفرغ من الوضوء على الصفة المشروعة، ولا بد قبل الوضوء من أن يستنجي وينقي الفرجين ثم يتوضأ على الصفة التي ذكرنا، ثم بعد ذلك يفيض الماء، بعد ذلك يحفو على رأسه الماء ثلاث حفيات ترويه، ثم يفيض الماء على جسمه ويبدأ بالميامن، ميامن جسمه، ويكون إمرار الماء على جسمه وإفاضة الماء على جسمه ثلاثا ثلاث مرات، والمجزي مرة واحدة تعم الجسم كله. هذه صفة الوضوء وصفة الاغتسال الكاملين على الوجه المشروع. ولو نوى الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر وأفاض الماء على جسمه مرة واحدة بنية رفع الحدثين أجزأ ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن الصفة الأولى أفضل وأكمل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.